يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على كل المصريين اللي بيتابعونا النهاردة. النهاردة ربما في هذا التوقيت عندنا بتتفرجوا حضراتكم دلوقتي ربما على برنامج صباح الخير يا مصر. من سنوات طويلة كان المصريين بيجتمعوا ويلتفوا حول الراديو في مثل هذا التوقيت للاستماع لعدد كبير جدا من البرامج الإذاعية الشهيرة. الإذاعة المصرية قصة وحدوتة كبيرة جدا مع المصريين بكل تلاوينهم وأطيافهم وطبقاتهم الاجتماعية، مكون رئيسي من مكوناتهم الثقافية. المصريين ارتبطوا بعدد كبير من البرامج، كان ربما برنامج أبلة فضيلة اللي استضاف عدد كبير جدا من نجوم هذا التوقيت، وكان بيقدم حكم ومواعظ للأطفال وللكبار، برنامج كلمتين وبس للإذاعي القدير فؤاد المهندس اللي كان يعتبر بمثابة علاج لسلوكيات الشعب المصري، السلوكيات السلبية. كان فناننا الجميل يا جمانة فؤاد المهندس بيعمل طبعا. حتى احنا بنسمعه في التتر بتاعنا كلمتين وبس. صحيح فؤاد المهندس دايما يعني كل يوم بنسمع صوته وما زال صوته باقي رحمة الله عليه في تتر صباح الخير يا مصر. ولكن البرنامج ده عايز اقول لك ان هو عالج سلوكيات كتير جدا من السلوكيات السلبيه للشعب. برامج كتير قوي كتير قوي، يعني ايه همسه تفعيب ساعه على قلبك على النصيه قبل فضيله، حاجات كتير جدا يمكن حتى اللي ما عاصرهاش لسه لحد النهارده عارفها وبيسمع عنها وبيدور عليها في ارشيف الاذاعه المصريه. برامج كتير قوي، ارث غني قوي قوي يا مصطفى. صحيح. النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للاذاعه. اليونسكو المنظمة الأممية المسؤولة عن الثقافة والتربية والعلوم أطلقت في دورتها السادسة والثلاثين يوم، ودشنت يوم اسمه اليوم العالمي للإذاعة. اليوم ده كل دول العالم بتحتفل بيه بأهم برامجها الإذاعية، وبتكرم روادها الإذاعيين اللي أثروا وأثروا الحياة الثقافية والعلمية والإعلامية في توقيتاتهم المختلفة. في اليوم العالمي للإذاعة احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مع أهم البرامج اللي كنت بتتابعها، مع أهم المذيعين اللي كنت بتصحى كل يوم الصبح تسمع أصواتهم الجميلة وتتعرف منهم على مصر فيها النهاردة، الدنيا فيها إيه، أهم الحاجات، أهم التقاليد، أهم السلوكيات اللي ممكن نغيرها. صحيح يا مصطفى، بما إن احنا بنتكلم عن الإذاعة المصرية فلازم أرجع معاكم بقى لهنا القاهرة. هنا القاهرة هي الجملة الأشهر اللي قالها أحمد سالم، كانت من أولى الكلمات اللي انطلقت عبر الإذاعة المصرية في افتتاحها عام 1934، عبارة كلنا عارفينها، كل الوطن العربي يعرفها، عبارة حقيقي تتألق بها إذاعة البرنامج العام، خاصة لما بيقولها المذيعين والمذيعات قبل بداية البرامج وفي الفواصل بكل حماس وبكل انتماء ومن أعماق أعماق قلوبهم بيهتفوا هنا القاهرة. هنا القاهرة الشعار أو الجملة الأشهر في الإذاعة المصرية اللي حتى سمعناها من دمشق، من دمشق هنا القاهرة، كان ليها تاريخ وصدى لما توقفت الإذاعة المصرية وكانت هناك هذه الجملة الأشهر. البث الإذاعي في مصر تاريخ طويل. البث الإذاعي في مصر بدأ في عشرينات القرن الماضي، كان عبارة عن مجموعة من الإذاعات الأهلية المتناثرة، كانت شركات خاصة، لكن الإذاعة المصرية الحكومية بدأت يوم 31 مايو عام 1934، وكان ساعتها بيتم الاتفاق مع أحد الشركات الخاصة بتصنيع الراديوهات وتصنيع الشبكات للإشراف على هذا الأمر. كان رئيس الأمر في هذا الوقت على شركة ماركوني. شركة ماركوني دشنت هذه الإذاعة في هذا التوقيت، ولكن مصر ألغت هذا العقد سنة 1947. كان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها 4 محطات إذاعية، وصلت إلى 10 محطات، وتولى سعيد باشا لطفي أول مسؤولية أول رئيس للإذاعة المصرية من عام 1934 حتى عام 1947. أنا سعيدة جدا يا مصطفى إن أنت ابتديت تسرد تاريخ الإذاعة المصرية، وبما إن احنا بقى بنتكلم عن تاريخ الإذاعة المصرية لازم نتكلم عن أهم الإذاعات اللي كان منها إذاعة صوت العرب. هي إذاعة مصرية تبث من القاهرة وتم إنشائها في 4 يوليو عام 1953، والحقيقة كانت من أول وأشهر الإذاعات المصرية اللي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية. واشتهرت الإذاعة الحقيقة وقتها كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية
رغم سطوع نجمها في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يا مصطفى. صحيح، وكان الراديو جزء أساسي من الروتين اليومي للأسرة المصرية. كانت الأسرة المصرية بتلتف وتجتمع حول هذا الصندوق السحري الذي يخرج منه هذا الصوت الدافئ اللي بيجتمع حواليه كل المصريين بكل تلوينهم وأطيافهم وطبقاتهم الاجتماعية. كانت البرامج اللي بتخرج من هذا الصندوق السحري سبب في تشكيل وعي المصريين، في تشكيل وعي الكثير من الأجيال. تفتكر حتى يعني لو تفتكروا 73 مشهد المصريين كانوا مجتمعين حوالين ايه؟ فاكره يا جمانة المشهد اللي بنشوفه كل السينما والمسلسلات؟ كانوا مجتمعين حوالين الراديو طبعا. كانوا بيسمعوا اخبار المعركه من راديو، ما كانش التلفزيون لسه بهذا الانتشار وبهذا التواصل مع المشاهدين. كان الراديو شاهد على مراحل مهمه جدا من التاريخ المصري، اشتركت في بعض الاوقات في صناعه التاريخ المصري وفي صناعه تاريخ المنطقه باكملها، ويشهد على هذا عدد كبير جدا من المراجع التاريخيه، لان الراديو فعلا شكل مش وعي بس، ده كتب تاريخ شعوب وبلدان صحيح. عربية في عدد كبير من فصول التاريخ. عشان كده دايما بنشوفه حتى في مشاهد من الأفلام أو الوثائقيات حتى اللي بتوثق الأحداث التاريخية أهمها بكل تأكيد. كمان من أشهر البرامج الإذاعية اللي تربى عليها أجيال وارتبط بيها المصريين منذ انطلاقة الراديو برنامج على الناصية، زي ما قلت لحضراتكم في بداية المقدمة. برنامج على الناصية بدأت في تقديمه الإذاعية المشهورة أمال فهمي عام 1957، وطبعا نظرا لنجاح البرنامج استمرت إذاعته لمدة 50 سنة، وكان بيذاع البرنامج أسبوعيا يوم الجمعة تمام الساعة 1:30 ظهرا عبر أثير البرنامج العام. عايز أقول لك إن برنامج مثلا كلمتين وبس اللي كنا بنتكلم عنه في المقدمة كان بيتذاع تقريبا في نفس التوقيت ده، كان بيتذاع الساعة 8 صباحا، وكان فؤاد المهندس نفس توقيتنا احنا ده. نفس توقيتنا احنا، يعني كان المصريين كان يعتبر هو برنامج صباحي، وكان بيعالج عدد من السلوكيات السلبيه للشعب المصري. طبعا كان بحكم قرب الفنان فؤاد المهندس من قلوب المصريين، كان صوته اقرب لقلوبهم، وكانت نصائحه بتخش لقلبهم وكانوا بيستمعوها. كان برنامج مهم جدا كلمتين وبس، زي ما قلنا هو احد يعني البرامج اللي بنسمع صوتها يوميا واحنا بنسمع التتر بتاع صباح الخير يا مصر. برنامج تسالي ايضا كمان اشهر البرامج الاذاعيه اللي ارتبط بيها المصريين نظرا للتتر الشهير: غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تبعدك لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. الجمله دي اللي كانت بتتغنى بيها الاذاعيه المشهوره ايناس جوهر، وكانت من رباعية كاتبنا الشهير صلاح جاهين. كان البرنامج ده مدته 5 دقائق بس، وكان بيذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وكان بيخرجه المخرج الإذاعي الشهير حسين غنيم. وكان هذا البرنامج من أشهر البرامج رغم قصر مدته، إلا أنه هو كان فعلا كبسولة يومية صباحية بالنسبة لكل المصريين. إذا رأيت لما قلت المقدمة يعني صوت الأستاذة طبعا إيناس جوهر في ودني طبعا وهي بتقولها طبع. كمان نرجع بقى كمان لعام 1968، بدأ البرنامج بقى الشهير مصطفى كان بيتكلم عليه كلمتين وبس. البرنامج ده زي ما قلنا لحضراتكم كان بيقدمه الراحل فؤاد المهندس، واستمر في تقديم البرنامج لمدة كام سنة بقى؟ 35 سنة إلى وفاته عام 2006. البرنامج ده برنامج كلمتين وبس كان بيذاع يوميا في تمام الساعة 8 إلا 5 دقائق صباحا، وكانت مدته أيضا 5 دقائق فقط. كان البرنامج بمنتهى البساطة بيرصد العادات والتقاليد السلبية للشعب المصري، الحكومة المصرية. كان كمان بيكتب حلقاته الكاتب الصحفي أحمد شفيق بهجته، بيخرجه يوسف حجازي. متخيل يعني إيه برنامج يستمر لمدة 35 سنة وقد إيه هو مؤثر بالرغم من قصر مدته 5 دقائق فقط يا مصطفى؟ بالظبط كده، لأن عندنا تاريخ برامج كبير يعني ولغايه دلوقتي بنسمعه وبندور عليه، حتى موجود على اليوتيوب، وعلى فكره حلقاته موجوده على السوشيال ميديا وبتلقى رواج وبتلقى طبعاً حنين شديد. برنامج ابله فضيله من الخمسينيات، فتره طويله جدا. البرنامج الصباحي برضو الاشهر كان صبح عليه، كان ضمن اشهر البرامج الاذاعيه، كان يذاع يوميا في تمام الساعه 6 صباحا على اذاعه الشرق الاوسط، وكان يقدمه كل من محيي محمود وعلا بركات. وكان البرنامج ده بيعتمد على المنوعات وعلى تقديم الأخبار الخفيفة اللي بتتناسب مع الأجواء الصباحية وقتها، وكان ليه عدد كبير جدا جدا من المشاهدين أو المستمعين. الحقيقة يا مصطفى يعني برامج كتير جدا جدا جدا، مش عايزين ننسى حاجة، بس كمان طريق السلامة ما ينفعش أبدا ننساه، كان واحد من أهم البرامج اللي كان بيفضل الجمهور، وكان بيفضل الجمهور طول الوقت يسمعها وهم كمان رايحين بقى في طريقهم لمصالحهم وأشغالهم. كانت بتعتمد مقدمته الإذاعية آيات الحمصاني على تقديم نصايح
للمستمعين عن الطريقة السليمة والطرق السليمة والابتعاد عن كل ما يمثل خطر على حياتهم. كان البرنامج بيتذاع على شبكة البرنامج العام. يمكن شايفين مصطفى طول الوقت بالرغم من انه برامج توعويه كتير قوي لكن بشكل مختلف، وكانت دايما بتوصل للمستمعين وكله حريص ان هو يسمعها وبيتبسط انه يسمعها. ودايما بنقول المحتوى الجيد عمره فعلا ما بينتهي ولا عمره بيخلص، لحد النهارده بنسمع البرامج دي. صحيح صحيح. ولو قلتي مصطلح الرياده الاعلاميه اللي درسناه في الكليه واللي بنتكلم عنه، هتلاقي ان جزء كبير جدا منه اذاعه. صحيح طبعا. هتلاقي انه جزء كبير من، طبعا في جزء سينما، طبعا في جزء مسرح، طبعا في جزء ادب يوسف السباعي ونجيب محفوظ وخلافه، ولكن جزء كبير منه جدا اذاعه. الاذاعه المصريه شكلت وعي مش بس مصر، شكلت وعي المنطقه العربيه كلها وتاريخها يشهد بده. لو بنتكلم برضو على نوعيه البرامج اللي اعتمدت على القالب الدرامي ونجحت في الوصول لجمهورها، البرنامج الاذاعي الاشهر همسة عتاب اللي كان بيتناول شكاوى وهموم الشارع المصري، كان بيتناول صراعاتهم مع الحكومة ومع المشكلات البيروقراطية اللي كانت بتواجههم. كان البرنامج ده بيذاع يوميا في الساعة 8:30 صباحا على شبكة البرنامج العام، وكان بيخصص حلقتي الثلاثاء والجمعة لعرض ردود المسؤولين على شكاوى هؤلاء المواطنين. كان بيخرج البرنامج المخرج الإذاعي رضا سليمان، وكان بيقدمه الممثل رأفت فهيم. كمان برنامج أبنائنا في الخارج يا مصطفى، البرنامج ده كانت بتقدمه وبتوعده الإذاعية أميمة عبد العزيز على البرنامج العام، وكان البرنامج الحقيقة صدى كبير جدا. كان صوت المصريين في الخارج كان بيعتمد على الربط بين المصريين في داخل مصر وأبنائهم في الخارج. زي ما كان مصطفى بيتكلم حضراتكم، فكرة الراديو صعبة قوي يا مصطفى، لأنها يعني أنت بتسمع صوت مذيع، تتخيل مع اللي بيقوله، بتعيش معاه اللي بيقوله، غير لما تكون شايف وسامع. طبعا بيبقى يعني محتاج مجهود منه اكبر بكتير. انا اتعلمت في مادة الاذاعه والتلفزيون على يد عدد من الاذاعيين، وكان هي دي النقطه الفيصليه، يقول لك دايما اعتمد انك مذيع اذاعه، ما تعتمدش انك مذيع تلفزيون، علشان تخرج صوتك بكل جوارحه وتعرف تشكل وتلون صوتك. الاذاعه فن عظيم، فن لا ينتهي من الفنون الابداعيه المهمه، يعني فيها تمثيل وفيها اداء وفيها غنى وفيها مسرح. لو بصيت لهذه المرادفات هتلاقي ده الفن الاذاعي. اخيرا وليس اخرا، ابتهالات وقراءات القران الكريم. الاذاعه المصريه الاشهر الاقرب لقلوب البيوت المصريه كلها. الاذاعه اللي ربما بنسمعها يوميا مع كل رشه ميه قدام كل دكان. الاذاعه اللي فيها ابرز المقرئين اللي خلدت اصواتهم، اصوات السماء، كان ابرزهم الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء، الشيخ محمد الصيفي اللي كان حجه في قراءات القران السبع وحصل على علميه الازهر وبيعتبر مدرسه متفرده في القراءه. يعني لا ننسى ابدا ابدا اذاعه القران الكريم وتاثيرها ايضا على الوطن العربي من المحيط الى الخليج. صحيح. ولما بنقول ان مصر بتنفرد الحقيقه في هذا المجال، ده مش كلام مرسل. مصر فعلا تفردت بانها انشات اول اذاعه قران كريم على مستوى العالم، واللي بدا بث ارسالها في 29 مارس عام 1964، ومن اشهر قرائها كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الطبلاوي، الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد العزيز كمان حصان، وهي مختصه للقراء المصريين. كمان الحقيقه بتعتبر من اشهر المحطات الاذاعيه، ويذاع فيها كمان برنامج براعم الايمان وموسوعه الفقه الإسلامي. راعم الإيمان. قلبت مذيع راديو في طبعا هي في ودننا، يعني هي شجن إذاعة القرآن الكريم، ما نقدرش ننسى جزء من تكوين المواطن المصري. بقول لكم مع رشة كل مية قدام كل دكان، بتسمعها في الميكروباص، بتسمعها في البيوت، بتسمعها في المحلات. يعني الإذاعة ما تقدرش أبدا تفصلها عن المواطن المصري. على أي حال، في اليوم العالمي للإذاعة احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مع أهم البرامج الإذاعية اللي كنت بتتابعها، مع كل مذيعين الراديو اللي ارتبطت بيهم. احكي لنا عن حكاياتك، عن ذكرياتك، كل ما تستطيع أن تذكره لنا مع ذكرياتك عن الإذاعة. أرجوك اكتبها لنا على صفحتنا على موقع فيسبوك. منتظرين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.